في العراق. نحن نعلم بأن هذا المجتمع عاش على امتداد تاريخه ضمن أنماط ثقافية واجتماعية معروفة، ولكن هذا النمط كأنه قد اهتز بعد الحربين العالميتين، فتشكلت بوادر لحركات ثقافية وسياسية وأدبية وشعرية. هل يستطيع الدكتور أن يعمم مصطلح الحداثة أو يسحب هذا المصطلح إلى جوانب أخرى بحكم اختصاصك كدارس للقصة والرواية العراقية؟ نعم، مصطلح الحداثة ينطبق تماما على تلك الفترة، الرسم في العراق كما ينطبق على القصة والشعر. حركة الحداثة كانت الحركة متجانسة تماما، أي أننا عندما نعيد النظر في الرسم العراقي على سبيل المثال، سنرى أن المجددين من أمثال جواد سليم انتبهوا كثيرا ضمن وعي عام إلى طبيعة الفرد، الذي وهي طبيعة لم تتشكل من قبل في الكتابة القصصية أو في قصيدة الشعر. أي أننا يمكن أن نمر بالزهاوي مجددا، ويمكن أن نمر بالرصافي بصفته وثيق العلاقة بأحياء بغداد وبالحياة البغدادية على سبيل المثال، ولكن نرى أن هذا الوعي الذي كان قائما حين ذاك كان ينبني فقط في إطار عمود الشعر، ولم يتمكن من الخروج على هذا العمود. ولكن سرعان ما بدأ أن الوعي التالي، ما يسمى بالوعي الأدبي الذي يمكن أن نميزه عن الوعي النهضوي، أي وعي الإحياء، هذا الوعي الجديد الوعي الأدبي عموما والفني، وجد أن السياقات القديمة والأطر الموجودة لم تعد تتسع لما يحتويه هذا الذهن من تجديد. هذه الحركة سايرت أيضا وعي سياسي كبير، بالإضافة إلى فئات المحامين والأطباء والمثقفين عموما. هذه الفئات المتجانسة تحركت بوعي كلي، وكذلك يمكن أن يقال أن بعض الكتب التي دخلت من خلال الترجمة عن الوجودية على سبيل المثال والترجمات عن الإنجليزية أسيلية وما إلى ذلك أثرت، وهي أثرت تماما. ولكن من الخطأ أن نقصر الحديث في التجديد والحداثة على هذا الموضوع، أي أن هذه التأثيرات بدت موجودة لوجود وعي آخر قادر على تقبلها والتفاعل معها، ولهذا حصل الامتزاج في حركة التجديد. التجديد غير الحداثة كما نعلم، التجديد هو عبارة عن الخروج بمعان تجديدية جديدة ولكن داخل الأطر الموجودة سابقا. أما الحداثة فتعني هو بلوغ وتخطي ما هو موجود باتجاه شيء آخر خارج سياق الزمن، ولهذا السبب أن القصيدة السيابية على سبيل المثال لتأتي بشيء أكثر قدرة على البقاء والاستمرار. في القصة يمكن أن يقال أيضا أن دوستويفسكي كان مؤثرا تماما، ولكن كيف يمكن لدوستويفسكي مثلا أن يظهر من جديد داخل القصة العراقية عند عبد الملك نوري وعند فؤاد التكرلي وعند شاكر خصباك وعند آخرين من الكتاب مهدي عيسى الصقر وما إلى ذلك؟